بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. إخوتي في العقيدة، أولا أسلمكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد سلام سلام كذب كلمة ركو سابسا مهم كأيلة هاي الله تبارك وتعالى أدن بدفل ويديست وحايس ويدين له أدون كمؤمن كأه متكابا أفا إذا بدن أدون ككركيس إنتو تشوغو استغفار تأيو تصبيح ده ما إنو تصبيح ده بديا مسوى إنو استغفار تبديا كابا أفا إذا بدن كلمة يرى أرهنتا كوسا بسان هدان صوقات الشيخ الإسلام عليه رحمة الله الشيخ ابن تيمية أيال لو ويديو وحال يرسو إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية أيهما أنفع للعبد التسبيح أم الاستغفار؟ وحال لو ويديو شيخة وحال يري شيخو كيبا أدونك أنف عبادا ما استغفارتا أنف عبادا مسوحا أنف عبادا تسبيح ذا إنو إلهي أو تسبيح صدو رب الناسوهم مسا إنو إلهي استغفار صدو أيال لو ويديو لبدا كيبا أمهم سان أدونك مركز الشيخ وحيرين إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء ورد أنفع له. هدي مرضو أي نظيف تهي ويسوح وسخ لهين بخور إن عد كتر ترتو بيها ما ورد اللي دهدنا آد مرسا بي تاسا أقيم بضن، لكن هدي مرضو وسخ تهي بوري شيخو فالصابون وماء حار أنفع له. صابون إيا وحا أنف عبدا إن صابون لغو لقو إيا بيا كرول معناه واحد كذا رنقفكم مركو الذنوب قالوا لا كرت جينا الذنوب بان قال الله سيدنا النبي قلت المامي صلوات ربي وسلامه عليه بسند حسن كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون توابون نبي وحور ابن آدم وقف بدنيه كوه وقف بدننا وقوه كسر لابط مرك الشيخ وحوري هذا مرة نظيف قبته هذا وحيوب بهن تاي بخور إيو إن ما ورد لغو ضاديو أما هذا مرض وسخيسن تاي بيأكل يسابون بيوب بهن ولي بوحور رعيه فالتسبيح بخور الأصفياء والاستغفار صابون العصاة. وحيري التسبيح دي سبحان الله دي رب يقول نسهو ضدك أصفياء دي ونكسر نظيفة متقينة بخور كودي وي أما ضدك عصاة دي دنوب تكرد عضاي صابون تود وحاوي استغفارته. فهنا هلك وحاد كو قاتي أدونك وحا أفائدة بدن استغفارته لأن هدين نقول لا أم بعد تسبيح ذا أجر كيدي هليسا إذن قاعدة يران كوصون ودارو وقتك كود من قرر ميست ولا الكيغة مسلم كان ولا شيء ذا مسلمات دا. أحسن فيما بقي لك يغفر الله لك أحسن فيما بقي لك يغفر الله لك فيما مضى وما بقي انت كود من ولو بالساعة ولو بالسنة ولو بالسنتين ولو بالشهر وحي دوني ها أهاتي انت كود من وناتي انت تصور دافتي انت كود من با إلهي با كود لما يستري وحاد ربي كدل بطنة إلهي با تكهلي. فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وحاد آيادها كؤغاتي إن برواقوين كي الرب كي وحول بربي سودين لها أي أحن من يهين ذنوبتي عصيانك بلا آذنك دعمه ذكي مادم يا مدمن الدم أما تستحي من الله دم بقفك دائما يو أما مدى دائما يسي مياذا ربي كحشونين أموسا ربك أركين إن كنت في ملئ فالله يراك هداد جماعة دحجوكتو إلهي باكو أرك إن كنت في ظلام الليل هداد مجد هبين دحجوكتو فالله يراك وإن كنت في وحيد هداد كليقات هين فالله يراك والله يراك فاتقوا الله أينما كنت إلهي باكم مرابق وبينها هي الله الله فاتق الله يا عبد الله فاتق الله يا أمة الله إلهي هل قبقوا استغفارتنا هل بديو إذا أدونك أفا إذا بدنا استغفارت هل بديو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين وحيري إني لا أستغفر في اليوم 100 مرة وفي الرواية أكثر من 70 مرة والرواية آخر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه 70 مرة نبي الذنوب تيستي هريتي دم بلال ضعفي بعله أنا هو مالنتي إلهي بن دم بدافع ديستا بقول شرب نبي قل صلوات وقد غفر في الصحيحين حديث آخر وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر نبي قل الله ضعف أنتي هري أنتي دم إذن مر لجوسه شر مؤجد مر لجوسه شر جرن ميسد ذنوبنا بلا آذن كويها لك تا
إذن وحن كسو جبين جبين هذا الكل جسوا جورين كل أورن شري تبدأ هان شري سلف صالح أيا وحور يا أيها الناس إن هذا المصحف يدل على دائكم ودوائكم ضديه مصحف كان وحور إذن تساعد دولة عذر كآت قبتانيو داوديس فأما دائكم فالذنوب شر هذا آت قبتان الأدون كان لطلا ما نيسانا إذن لين يسوى الذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار داوديس لكن واستغفارته استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلهي وحوليه وربي جند بالله فويديستو استجا الله ت شرهن قبنا أضمان تنحنون بان الله ضمانينا داود ذن واستغفار هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.